هنعمل النهارده سمكه بلطي حاره بس بالطريقه الصيني. نقول المكونات: سمكه بلطي، بهارات سمك، سمسم، هريسه، عسل، صويا صوص، صلصه طماطم وبصل، وطبعا هنستعمل زيت للتحمير. طيب هعمل الخلطه الاول واتبل فيها السمكه وبعدين اسويها. هحتاج بوله. السمكه دي حاره فممكن نستعمل هريسه، ممكن نستعمل شطه باودر، بودره، بس طبعا لو في حد عنده مشكله في القولون او في المعده، الشطه الباودر دايما بتبقى قويه شويه على القولون فبنحاول نتجنبها. هنحط صويا صوص كتير. اللي احنا بنعمله ده تتبيله مارينيت، فمش هنبقى قلقانين، مش هنحط حاجه منه على النار غير حبه صغيرين في الاخر علشان نشوح فيهم البصل. وبهارات السمك طبعا انا بستعمل بوله كبيره كده علشان ايه، ابقى حاكم كل حاجه، مفيش حاجه تطير في الهواء. في البيت نقدر نستعمل صينيه، نستعمل حله، نستعمل اي حاجه، بس نستعمل دي كده علشان نقدر نحكم مفيش حاجه تطير. شويه من الصلصه، شويه يعني نقول نص معلقه صغيره، نص معلقه كبيره. يبقى فاضل عندنا السمسم والعسل والبصل. طيب نقلب الخلطه دي مع بعضها كده مع شويه ملح كويسين، حبه من الفلفل الاسود. نقلب. دي التتبيله بتاعت السمكه. هنحتاج طبعا عشان نقدر نحس بطعم الاكل ده او نحس بطعم التتبيله دي، نمسك السمكه، بس هنجيب لوح تقطيع كده تاني علشان نبقى عارفين ايه، او نبقى ما بنحطش سمك ني على اللوح التقطيع اللي بنقطع عليه الخضار، فيبقى فيه اي نوع من انواع القلق ان في حاجه تبقى دخلت على حاجه. هنقطع قطعه كده وقطعه كده وقطعه كده. طبعا تنفع باي نوع سمك. اللي انا بحاول اعمله ان انا بحاول اشوف اكتر نوع سمك متوفر وما يكونش سعره زياده شويه، فنقدر ان احنا كلنا ندوق الاكله من غير ما يبقى فيه مشكله. تنفع باي نوع سمك، لكن علشان برضو نبقى حاطين الامور في مكانها الصح، بلاش نعمل سمك قاروص، سمك دنيس بتتبيله جامده. خلينا نعمل السمك يا اما في الفرن يا اما على الزيت، وبعد كده نبقى نعمل التتبيله على جنب ونحط منها على التتبيله، عشان في مثلا ناس ما بتحبش الاكل سبايسي، في حد ما بيحبش الشطه، اسف، ما بيحبش يدوق طعم حاجه تانية مع السمك، فنبقى مخلين ايه السمكه نفسها موجوده زي ما هي. انا بتكلم طبعا على السمك اللي ليه طعم، دنيس وقار قاروص، انما البلطي، الشعور، السمك اللي بيقبل اي تتبيله نقدر نعمله كده. وطبعا الاختيار راجع لحضراتكم في الاول وفي الاخر، تقدروا تعملوا اللي يناسب حضراتكم. لو خدتوا بال حضراتكم انا ما حطيتش السمكه نفسها جوه التتبيله، لان انا هستعمل التتبيله دي تاني عشان اشوح بيها البصل. فاول حاجه نعملها نتاكد كده ان التتبيله وصلت، وناخد شويه كمان جوه السمكه. لما بمسك السمكه كده على ايدي، الفتحات اللي انا عملتها دي بتظهر، فلما بحط المعلقه مجرد ان انا بمشي المعلقه كده بتدخل التتبيله جوه. واقلبها الناحيه الثانيه، همشي المعلقه كده، التتبيله بتتلم من على جلد السمكه وتخش على اللحم عشان نبقى دايقين التتبيله. طبعا دي حراقه، ممكن نستغنى عن الهريسه ونعملها زي ما هي كده بصلصه طماطم. خلي ده هنستعمله عشان نعمل بيه البصل. كده السمكه جاهزه. نضف ايديا بقى بميه وليمون وخل. برضو عايز اقول لحضراتكم احنا بس ايه بننظف ايدينا كده علشان والواحد شغال يبقى مستريح وما يوسخش حاجه حواليه في المطبخ. السمك ممكن ناكله ني زي ما السوشي بيتاكل، لكن بنحاول دايما نبقى الخطوات اللي بنعملها كلها واضحه ومظبوطه علشان نتعود نعمل كده، لان انا لو بستعمل فراخ مش صح ان انا امسك الفراخ وبعدين امسك حاجه ثانيه. فدايما نبقى ايه على طول نفكر حضراتكم دايما ان احنا ننظف ايدينا وان احنا نخلي بالنا من المعدات اللي بنستعملها عشان ما يحصلش حاجه. زيت يبقى سخن جدا، طاسه سخنه جدا. لو الطاسه من النوع اللي ما بيلزقش، لو الطاسه من النوع اللي بيلزق هنزود الزيت ونسخنها قوي. لو الطاسه من النوع اللي ما بيلزقش مش لازم نزود الزيت قوي. انا كده كده زودت زيت لان انا لسه هحط البصل واحط عليه ده عشان اعمل بقيه التتبيله واحطها على السمكه مع العسل والسمسم. عاده الاكل الاسيوي
داخل فيه صويا صوص وعسل وسمسم. في بقى عندهم زنجبيل فريش وعندهم الليمون جراس اللي هو حشيشه الليمون اسمها، ده على طول اساسي في اكلهم. كده ابتدت تسخن، ومش عايزين بقى نقلق خالص، هنحط السمك على النار على ما نقطع البصل. المفروض تكون اول جزء منها استوى، وبعدين نحط نقلبها على الناحيه الثانيه. تمام، طول ما بنسمع الصوت ده يبقى احنا ماشيين كويس. خلي دي هنا كده عشان تبقى معانا على ما نقطع البصله اللي موجوده. سمكه زي دي على نار مظبوطه على بوتاجاز مظبوط، بنتكلم في 3 دقايق على كل ناحيه. قلقانين ان هي ممكن ان هي تلزق او يحصل حاجه، ممكن على طول ندخلها زي ما هي كده على الفرن، يعني ما تشوفش البوتاجاز خالص، تدخل على الفرن زي ما هي كده، تقعد لها 8 دقايق على درجه حراره 200، من 180 ل 200 يعني، بس 200 يبقى احسن، ويبقى طبعا الفرن شغال من قبل ما نبتدي نشتغل علشان لما تدخل السمكه تبقى جاهزه على طول. ادي كده البصل، نفس الطاسه اللي هستعمل فيها اللي هحمر فيها السمكه هي الطاسه اللي هعمل فيها البصل وبقيه التتبيله. عشان كده لو خدتوا بال حضراتكم انا ما حطيتش السمكه نفسها هنا، عشان برضو كل حاجه تبقى زي ما قلنا كل حاجه نظيفه. اعتقد ان كده عدى عليها يمكن دقيقتين وشويه، لسه ما دام بنخبط على الطاسه كده ولسه ما اتحركتش يبقى لسه الجلد نفسه ممسكش نفسه منشفش. فلو حاولت اقلبها دلوقتي او حاولت احركها بالعافيه هقطع الجلد. انا عايز الجلد اقل، مش انا عايز اكل الجلد ده، مش عايز ارميه. لسه شويه وهنعرف ان هي استوت، هنلاقي الفتحات اللي احنا عملناها في الجناب دي ابتدت تفتح وابتدى لون اللحم يبان ابيض شويه. هنا ممكن ما يبقاش باين قوي علشان الصلصه والهريسه لونهم احمر فممكن ما يبانش. طبعا ممكن عادي جدا حته من الجلد واحنا بنقلبها تتقطع، بس يعني هنحاول نبقى بحنيه علشان نقلبها مظبوط. لو خدتوا بال حضراتكم زي ما قلت لكم هتلاقوا الجزء ده بيض، بس طبعا عشان الصلصه والهريسه فمش واضح قوي موضوع السمك ان هو يبقى لونه ابيض، لكن ممكن بسكينه كده نوري لحضراتكم حته هتلاقوا اللون بقى ابيض بالمنظر ده. ما دام الجلد وصل للون الاحمر ده يبقى معنى كده ان خلاص، اكتر من كده هبتدي ان انا اساوي السمكه زياده وهتبقى مفتله وناشفه. احنا مش عايزين نعمل كده، نكسب وقت ونبتدي نحط بقى البصل حوالين السمكه على ما ايه الناحيه الثانيه من السمكه تكون استوت، يكون البصل ابتدى يحصل له عمليه كرمله وابتدى يطرى شويه. اول لما يطرى شويه هاخد شويه من الصوص ده احطهم عليه في نقطه ميه، يبقى انا عندي الصوص هحطه على السمكه بعد ما تطلع في الطبق. واحده واحده نكمل بقى على البصل. يحصل ايه بقى للبصل ده؟ البصل ده بياخد طعم السمك، كل العصاره اللي نزلت من السمك الجودنس او الفايده والحاجه الطعم الحلو نزل كله هنا في الطاسه دي. نحط عليه شويه من التتبيله، ادي المعلقه بتاعت التتبيله. خلي بالنا بقى دي حراقه جدا، فما نقربش وشنا، الدخان اللي هيطلع لو جه في العين او اتنفسناه هيبقى حراق شويه، فنخلي بالنا من النقطه دي. يعني اللي هيحصل ده كده في البيت هيطلع دخان، حضراتكم مش شايفين الدخان ده دلوقتي هنا علشان الجو مفتوح، في البيت هيطلع دخان وهيبقى هريسه فهيبقى قوي. نقلب كده وناخد نقطه ميه. بس اللي انا بعمله بقى بكده بالراحه بطلع بقى الجلد اللي لزق ده اللي فيه الطعم. ناخد الطبق هنا عايزين ناخد البصل ده، عاوز البصل على الجنب هنا، وهاخد شويه بقى من الصوص الحراق علشان نعمل كده. العسل والسمسم، بحط العسل الاول ولا السمسم الاول؟ بحط العسل الاول وبعدين السمسم علشان ينزل السمسم يلزق في العسل، يبقى احنا كده مطمنين. هننزل نقطه كده واحده الاول على البصل وبعدين سمسم